يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يطالب بعض الكتاب في الصحف بإنارة المقابر ووضع كراس لكبار السن في المقبرة. هذا كله كلام باطل، يطالبون ويلحون ويريدون هذا. المقابر ما يحدث فيها شيء، ما يحدث فيها شيء أبدا، لا إنارة ولا إنارة منهي عنها، إسراج القبور تخذين عليها المساجد والسرج، لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج وش هي؟ الإنارة. لا يجوز تنوير القبور. وإذا احتاجوا إلى الدفن في الليل يأتون معهم بمصباح، يأتون معهم بإسراج، يأتون معهم بكشاف، ويدفنون الميت ويروحوا. ما فيه إنارة في المقابر ولا كراسي ولا محل للعزاء، كل هذا من الباطل ومن التدرج إلى تعظيم القبور وإلى، ولا يتساهل بهذا الأمر. نعم.